انت بتعيط يا يوسف؟ فرحتي يا حبيبي. ما انا كده بفرح زياده عن اللزوم اعيط. انا كمان ارضى افرح اجوع اعيط. طب اقول لك على حاجه، انت تعيطي احسن. اصل انا سقطت في اختبارات الكليه. سقطت؟ يعني الرجيم ملوش لازمه؟ يا لهوي في علاء يا باشا. مفيش عسكري، استنى انت بره دلوقتي. ماشي يا باشا ماشي. دبشه اعمل ايه؟ انا دبشه امر كبير. الشنطة جاهزة يا ريس؟ شنطة مين يا ريس؟ يا غبي، شنطة الراس. أهم حاجة تركز معايا، الخطة كالتالي: أنت هتاخد الشنطة وتسبق على الأتوبيس المكيف، أول ما توصل تداري الشنطة مع العفش وتحجز لنا تذكرتين، التذكرة بتاعتي قدام والتذكرة بتاعتك مرمي ورا خالص. سماعه جنبك يا ريس. يا غبي، افرض حد قاطرنا، أنت لو اتقبض عليك مش إشكال، أنا لو اتقبض عليا أنا ثروة قومية يا ابني. فهمت الخطة؟ فهمت يا ريس. أوعى تبوظ حاجة. ما تقلقش يا ريس. يلا بينا. يلا. الشنطة. شنطة ايه يا ريس؟ الشنطة يا غبي. بعد اذنك يا باشا هسألك سؤال. اتفضل اسأل. التلخفينة اللي احنا فيها ديت، انت راكب السوبر نت ده ورايح على فين؟ ما تخليك في حالك وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. انا رايح الكلية، اروح ازاي بقى؟ دي طريقتي، طريقة ظباط. كلية؟ امال ايه؟ طمنتني. لا طمن قلبك. باشا ايه؟ اتكع على الصبر شوية. وانت يا سفينة، خلي بالك من ابويا. في العندي قبل العندي. ربنا يستر على ابويا. يوسف، انا كنت متاكده انك كنت بتضحك عليا. وايه البصه دي؟ هو انا عريان ولا ايه؟ هضحك عليك ليه يعني؟ لا 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 يا باشا، الشغل الخطا ده ما بحبوش. استاذن انا بقى، ما لاسي عليكم. الصياعه ادب والشعوة صمت. لا اله الا الله محمد رسول الله. الملاسة عليكم. سلام يا واد. سلام يا باشا. انا كنت متاكده اني ما انفعكش يا حضرة الضابط. يا انجي فهميني بقى. انجي؟ يا بنت بهزر معاكي، ما انا عارف انك حبيبه. هو انا لو كنت عايز اهرب منك كنت كلمتك في التليفون وقلت لك تعالى شوفك قبل ما اسافر؟ يا حبيبه انا هربان من فضيحه. طب اغلطت مع انجي؟ انا ما شفتش غباء في حياتي بالمنظر ده. امشي انت دلوقتي يا حبيبه، وانا اول ما اوصل هناك هكلمك في التليفون اشرح لك كل حاجه بالتفصيل. ايه يا عرب تيجي في الثلاجه؟ يا باشا كلاتلي كلاتلي. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. هو نجح في الكليه ولا ما نجحش؟ انت لخفينا دي. صباح الخير يا باشا. اهلا يا ابني، صباح النور. يا ما شاء الله الشرطه يعني مقاساتها اتغيرت خالص. كوميدي وكده ولا ايه؟ ده كوميدي فعلا. انت قاعد عايز تجنني؟ ده انا بسببك خطاوة امك. اطلع بره بيتي يا حيوان، بره، كون في داهية. لازق من الحياة ومن اللي فيها، وال...
امشي يا بنت. طلع بيت اهو. باشا سوري سوري سوري. عادي يا باشا، الشعب خير من الشرطه يعني. تشربوا شاي؟ انا عايز شاي من فضلك. خليهم اتنين والحساب عندي يا حاج. من فضلك من فضلك، انا هحاسب على حاجتي. يا باشا انت جاي عليا يعني. صح. اسالك سؤال باخر يا باشا، وانت رايح فين؟ برافو عليك، فعلا سؤال بايخ. بس انت يعني لابس كليه الشرطه والاوتوبيس ده ما بيروحش الكليه. ما انا عارف، وما تسالنيش رايح فين، وبص قدامك بقطفك دي. حاضر يا باشا، حاسبي على الشاي. هات ايه؟ الشنطه يا غبي. خليك هنا. ما اجي معاك ريس، اجي معاك. واحنا رايحين نزهه. خليك هنا، مش لازم حد يعرف ان انت معايا. خليه يدخل بسرعة. باشا عمنا بنت عمنا. يا سلام يا باشا، سبحان الله الخالق الناطق المرحوم. طمني كله تمام يا بطل؟ عيب يا باشا، ده انا نخنوخ. وفلوسك اهي يا بطل. وراس الترماية اهي يا باشا. المؤاخذة دي رجله، راس الترماية اهي. دي ريتو. ايه ده؟ ما راس الترماية فين؟ يا نهار اسود، راس الترماية فين؟ لا مش نخنوخ اللي يتسرق. ارقص يلا، الكلام ده ما يكونش معايا انا. انت عارف ايه؟ ها؟ فين؟ فاهم يا باشا، يا باشا الشرطة اتلخبطت والله ما عملت خين، كان عامل نفسه كلية الشرطة. ولا ولا مفيش حد يقدر يضحك على شامخ بيه. يا باشا قتلته، والله قتلته بإيد دهبشة. ضلك يومين لو ما جبتش راسه الماي، أنت عارف هيحصل لك إيه؟ ارموه برا. والله يا باشا قتلته قتلته. مش نخنوخ اللي يتمسك كده، مش نخنوخ اللي بيتعمل فيه كده، مش نخنوخ. ايه يا كبير؟ في حد كلمك؟ انا حد يقدر يكلمني؟ انا نخنوخ بس حلقت. هات الشنطه. واجب يا كبير. قوم وقف وانت بتكلمني، قوم وقف بص لي وفهمني، قوم وقف قوم وقف قوم وقف قوم وقف. ماما حبيبي وحشتيني، وحشتيني قوي يا ماما. اهلا يا ويك. اهلا يا عم. ناني بنتي. هاي ازيك؟ الله يبارك فيك ويحفظك. وليد صاحبي. اهلا وسهلا. انت ايه البدله اللي انت لابسها دي؟ اكيد مش اغرب من البدله اللي انت لابسها. مش وقته يا حبيبي، تلاقيك ميت من الجوع. يلا عشان تتغدى، الشنطه هما هيطلعوها. بيرمان طلع الشنطه. انا المكان ده معصبني. غريبة يا عمي، مع انه مكان هادي وجميل. انا كده الاماكن الهادية بتعصبني. انت براحتك يا باشا، اعمل اللي انت عايزه. خيري سوري، انا طالع فوق احضر له المفاجأة. ها طيب، عن اذنك يا سونت عشان عندي مشوار. يلا وليد. يلا يا حبيبي. ايه الجو ده؟ ايه يا ماما، هو في ايه بالظبط؟ مفيش حاجة يا حبيبي، لكن قول لي ايه حكاية البدلة دي؟ انت مش قلت انك سقطت في كلية الشرطة؟ بابا مصمم ان انا ما اجيبش سيرة لحد اني سقطت. اصله عارفة يا حبيبي، ابوك اخد فلوس من الناس على حس انك تخدمهم لما تتخرج. مفيش فايدة، ابوك عمره ما هيتغير. Get off!
سلامتك يا خير. سلامتك يا عمي. يا عم انا ما جيتش جنبك والله العظيم. يا عم انت شويه. هو بيعمل كده ليه يا ماما؟ هو كده طول عمره اعصابه تعبان. يزر داخل على مشكله كبيره. حول الله يا رب. الف سلامه عليك يا عم. ايه ده؟ والراجل ده مجنون ولا ايه؟ ليه كده يا خير؟ معلش يا حبيبي ما تزعلش منه. يلا يلا روح اوضتك، تلاقيك تعبان من السفر. تصبح على خير يا عمي. ما تصبحش بقى، انت حر.